هل يجوز قراءة الفاتحة عند المقابر؟ يجوز، كل عمل صالح يصل للميت، فبنقرأ الفاتحة ونهب ثوابها إليه على سبيل الدعاء. بيقول هل في حديث يدل على وصول القرآن للميت؟ الحج، فإن الحج يحج فيه الإنسان عن الميت، والحج يشتمل على ركعتي الطواف، وركعتي الطواف تشتمل على القراءة، والقراءة تصل إلى الميت بالنص، خاصة الفاتحة لأنها أم الكتاب ولأنها تقرأ في الركعتين، والقرآن بعدها يصل أيضا إلى الميت. ويجوز وإن كان من السنة القراءة قل يا أيها الكافرون، لكن لو قرأ واحد في ركعتي الطواف البقرة وآل عمران ما يتصل إلى الميت. يعني الحج يصل إلى الميت ولا لا يصل؟ يبقى إذن يصل إلى الميت ولا لا يصل؟ يصل إلى الميت، والحج فيه قراءة، يبقى القراءة تصل إلى الميت. أكثر من هذا ده شغل بقى إيه؟ واحد مصمم على حاجة، ها؟ واحد مصمم إن القراءة لا تصل، يعني ده دليل أهو، ودليل واضح. حج فيه قراءة، القراءة الحج بيصل، يبقى القراءة بتصل، حاجة كده سهلة خالص كده. يفهمها كل ذاهب وآتي. وبعدين بقى بننتقل إلى لا، بس أنا مزاجي غير كده. عايز أفهم الشريعة بطريقة تانية غير كده. ماشي. افهم الشريعة بطريقة تانية غير كده، بس ما تنكرش وخلي المسألة فيها قولين، قولك وقول اللي بيقول كده. فلما تلاقي واحد بيقرأ قرآن عشان يوهب ثوابه للميت ما تنكرش عليه، لأن الدين بيقول لك إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فخليها من باب المختلف فيه، وإعمل أنت في ذات نفسك إنك ما تقدر ما تقراش للأموات بتوعك، وسيبني يا أخي أنا أقرأ للأموات بتوعي. لا، لازم أخليك تمشي زيي. طب ليه؟ ما أنا معايا دليل. لا ده مش دليل. لا دليل. لا مش دليل. لا دليل. مش دليل، لا ده، وهكذا. حاجة تضحك منها الثكلة وتسقط منها الحبلة ويشيب منها الأقرع، وهنفضل كده بالطريقة السخيفة دي، كل ما نأتي بدليل يطلع انه مش دليل، وكل ما نفهم دليل يطلع ان فهمنا سقيم، وبعدين نعترض على أكابر الأمة وعلى الأئمة وعلى نقلة الدين، وبعدين نهتم بالفرقة أكثر مما نهتم بالوحدة، وقلوبنا من جوه مش مطوعان. يقول لك يا عم يبقى سيبك منه، ده بيقول لك القرآن يصل للميت. أما ليه اللي يصل للميت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ويعمل لي كده بيحلشص كده أهو. قلت له طب ما اخرج البيهقي وابن ماجه انه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من سبعه. ايه رايك؟ سبعه؟ سبعه ازاي؟ ثلاث. ثلاث ده في البخاري ومسلم، لكن دي في البيهقي وابن ماجه. قال له فين البيهقي وابن ماجه من البخاري ومسلم؟ طب مش ده رسول الله وده رسول الله؟ طب الحديث ضعيف بتاع سبعه؟ طب يا اخي ابحث وانا ابحث، ابحث وانا ابحث، احنا لسه هنبحث. لسه هنبحث. يهد حيلكم. وماله؟ ما احنا بنقول بنرد عليه مش عليك انت، ما احنا بنرد على اللي هو الامام ده. ما انا امام الائمه. فاحنا بنهزق دلوقتي الامام ده اللي طالع يشغل الناس بدل ما يامرهم بتخليه قلوبهم من القبيح وبملئها بالصحيح وبذكر الله وبتعلم العلم، شغلنا بالمسألة دي. المسألة دي كل ثواب يصل إلى الميت. طب ما حلو، لأنه قال غرس الشجر وحفر البير وحفر النهر
والمصحف وكتابته موجود في الحديث كده، يعني كل ثواب، يبقى مش على الحصر بقى. طب امال ايه بقى اللي بيوصل؟ الدعاء. ما انا لما بغرس شجره واطلع صبعه منه وبعدين اقول يا رب تقبل، اهو يا رب دي هي اللي بتوصل لما تكون خالصه لله.